ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصيب المرشح للرئاسة الفرنسية إيريك زيمور اليوم السبت ببيضة خلال رحلة إلى موساك جنوب البلاد، وتلقى زيمور بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة موساك بإقليم طارن وغارون جنوب غرب فرنسا. وتنقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زيمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين. وعلق زيمور على الحادثة قائلا: نرى من أي جانب يأتي العنف، في إشارة إلى أنصار التيارات السياسية الأخرى. تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة من توقيف 3 أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة